أخبار اليوم. العقربي حمزة العقربي في تنفيذ الركلة الترجيعية، كل الدعوات هنا وهناك، ونشاهد العقربي وعادل العقربي وعادل برا، ضاعت 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 العارضة تصدها، يا في رادس هنا، حمزة العقربي ضيع الركلة والآلي فرصة للتقدم في هذه الركلة الترجيحية. هنا التنفيذ لمحمد نجيب، محمد نجيب، وهذا الرياكشن وردة فعل لجماهير الأهلوية في القاهرة المعز. وهنا محمد نجيب، محمد نجيب هل يجيب الجول الثاني؟ محمد نجيب هل يجيب الجول من ركلة الترجيح ويعطي التقدم في هذه الركلة الترجيحية الرابعة؟ نجيب وبن موسى وبن مصطفى، ضاعت ضاعت من نجيب، ضاعت من نجيب، تحمل ذكرى مش كويسة، وطبعا ضاعت من نجيب، يصدها بن مصطفى، الأمور تعود التعادل، وتعود الأمور إلى التعادل، نجيب وطبعا ضيع الركلة الترجيحية، كان أن يعطي الآلي الأفضلية. والآن الركلة الترجيحية الخامسة للنادي الأفريقي، ياسين الميكاري، ياسين الميكاري، هذا هو ياسين الميكاري، ياسين الركلة الترجيحية الخامسة، ياسين الميكاري يلعبها جول، نعم يعطي الأفضلية الآن للنادي الأفريقي. الركلة الترجيحية الخامسة، لو سجلها الأهلي يستمر التعادل، لو ضيعها يفوز النادي الأفريقي، يعني نجيب ورط اللي بعده في هذه الكرة. الركلة الترجيحية الخامسة، سعد الدين سمير، ركز يا سعد، سعد الدين سمير، ركز يا سعد، ركز يا سعد في هذه الكرة، ركز يا سعد، سعد وبن مصطفى، سعد وبن مصطفى، سعد وبن مصطفى، سعد سعد، جول 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 جول، التعادل التعادل التعادل، 4-4 4-4. نبدأ الآن ركلة بركلة، نبدأ الآن مرحلة أخرى، ركلة بركلة، من يضيع يخسر، ركلة بركلة. الآن يبدأ النادي الأفريقي رحلة جديدة، ركلة بركلة، دور الحارسين مهم جدا في هذه الكرة. نتابع ونشاهد الركلة الترجيحية السادسة في النادي الأفريقي، عماد المنياوي مسجل في مباراة الذهاب في القاهرة، عماد المنياوي مسجل هدف وحيد في تلك المباراة للنادي الأفريقي، عماد المنياوي واحمد عادل، عماد يضيع 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 يضيع، هي هي اهلاويه، هي اهلاويه، هي اهلاويه، الله الله الله، احمد عادل هذا الشبل من ذاك الاسد، هذا هو احمد عادل ينجح في صد الركله الترجيحيه الخطيره. الان من سيرسم السعاده؟ من سيحسمها؟ من سيحسمها في هذه الأثناء؟ صبري رحيل، صبري رحيل يرحل بيا بالدور الثاني إلى الدور، إلى الدور المجموعات، صبري ارحل، صبري لا 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 لا، ما الذي يحدث؟ 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 ركلة جزاء ضائعة من صبري رحيل، ضاعت من منياوي وضاعت من صبري رحيل، يعود التعادل، الأعصاب مشدودة، الأعصاب متوترة جدا، هنا هناك في رادس وفي القاهرة، شوف الركلة الترجيحية الآن السابعة، الركلة الترجيحية الآن جاته فرصة مرتين، الفرصة مرتين، سيف الدين الجزيري اللي دخل في الشوط الثاني، سيف الدين الجزيري في الركلة الترجيحية، سيف الدين مع
عادل، سيف وعادل، سيف وعادل، سيف وعادل، اوه ضعف 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 ضعف، الثالثة ثابتة، الثالثة ثابتة، الأهلي فرصة، الثالثة ثابتة، خلاص مفروض، من سينفذ؟ الركلة الترجيحية السابعة ضاعت هنا هنا من قبل سيف الدين الجزيري، يا 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 ماجيكو، والله مكتوبة لك يا ماجيكو، مكتوبة لك، نريد أن أقول ماجيكو الجديد حسمها مجد القديم، وفي رادس وماجيكو الجديد هنا رمضان صبحي، رمضان صبحي، رمضان صبحي، صبحي صبحي صبحي، خلاص خلاص خلاص، خلص خلص الزعيم، خلص الزعيم، خلص الزعيم، خلص الزعيم، الله 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 الله، خلص الزعيم، الأهلي إلى دور المجموعة.